نتواجد في هذا الصباح لكي نحتفل مع الجالية الفلبينية المتواجدة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الاستقلال، اليوم الذي يكمل فيه الشعب الفلبيني 125 عام من الاستقلال. مع التواجد الكبير لهذا الجمهور نثبت ونؤكد مدى أهمية العلاقات الوطيدة بين البلدين والدور المحور التي لعبته جمهورية الفلبين في الحياة التنموية وكذلك في استدامة كذلك كثير من الأعمال في دولة الإمارات. فالشعب الفلبيني معروف عنها المثابرة والعمل وحب الاجتهاد والإخلاص، وهو ما يتوافق مباشرة مع رؤية دولة الإمارات التي تحضن للعالم والتي هي أرض للكل والتي تجمع فيها شعوب العالم.